Selamu aleyküm Bayram arkadaşlar. zararına dedin ha. Kim saç mı tele bunu Bayram arkadaşlar? Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız bulduk. arkadaşlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sizlere video çekip atıyorum biliyorsunuz yani anlatmaya gerekmez. Şu anda Müzemmil suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müzzemmil. Kümilleyle illa kalila. Nisfehu evin guz minhu kalila. Evzid aleyhi ve raddilil Kur'an'a. Terdile inna zanulqi aleyke kavlan sagila inna najiyatel فاذكر اسم ربك وتبدل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيما ودعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأدعس فرعون الرسول فأهزناه أهزا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وعارون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وعارون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا
قدموني أنفسكم من أجر تجدوا عند الله خيرا وأعظم أجرا فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Müddessir suresi Mekke'de inmiştir. 56 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüvel müddessir gün ve enzir ve rabbeke ve kebbir ve siyabeke ve tahhir ve rücüze fahcur فلا تمنن تستكثر فلربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا فبنينا جهودا ومهدت له تمهيدا تمهيدا ثم يدمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فجر وغدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فليقول الذين بقلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أزفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن يشاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الهائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة موردين كأنهم نور مسدان في ره فرد من غزبارة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا هنا الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar, bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Hepinize Allah emanet ediyorum.